روسيا؟ نعم. نلحق مفيش وقت؟ لا ماشي. نلحق بسرعة. طيب روسيا، شوف الصورة التانية اللي بعد كده، الخريطة. احنا داخلين السنة الثالثة دلوقتي. نعم. في الفترة اللي فاتت طبعا روسيا اخذت الاربع مقاطعات دولت. نعم. لوهانسك ودونيسك وزابورجيا وقرسون. نعم. والقرب، وراحت عاملة لهم بعد ما استولت عليهم عملت انتخابات وضمتهم لروسيا. نعم. لروسيا. فالنهاردة مشكلة. نعم. طيب الفترة اللي فاتت كانت اوكرانيا عايزة تهجم هجوم الربيع. فشل. جاء الشتاء اللي فات ده راحت روسيا واخده على الصورة دي مكملة كل المنطقة دي. النهاردة واخده 26% من اراضي اوكرانيا. الفترة اللي جاية اللي احنا بنلعب فيها دي هتلاقي هم عايزين يستولوا على خاركوف. خاركوف دي تاني اكبر مدينة في اوكرانيا. زي اسكندرية. نعم. انت فاهم يعني كيف العاصمة. نعم. وخاركوف دي تاني اكبر مدينة في السكان والمساحة. مشكلة الفترة اللي فاتت اوروبا اتشغلت بالميدل ايست، بالشرق الاوسط وبتاع، وقللت الدعم على اوكرانيا. اخيرا الصورة التانية بايدن فاق وراح مطلع قانون للمساعدات الامريكية. نعم. خلي بالك بقى اللي هقوله ده بلوى اللي جاي. راح جو بايدن سمح لكييف بتضرب اهداف في عمق روسيا بالسلاح الامريكي. كان زمان يقول لهم تاخد السلاح على خط الحدود، ما تضربش، اضرب الروس اللي دخلوا. ايه ليه التغير الامريكي دلوقتي؟ لان الاكتساح الروسي كتير خلاص، تقدمت روسيا ودخل وخد، وبعدين وبعدين العسكري اللي في اوكرانيا تعبوا بيهربوا من الجيش، حصل فساد وكوربشن، راح اسلزينكي مشى قائد الجيش ورئيس الاركان، فالدنيا ضعفت. فقال لهم اضربوا ايه؟ العمق الروسي. رغم ان زمان لما اداهم الهيمارس جو بايدن لاوكرانيا اللي هو مدى 80 كيلو، قال له اوعى تضرب عمق روسيا. طب هو مش عارف رد الفعل الروسي ممكن يبقى ايه؟ ما هو بقى هنتكلم عن رد الفعل دلوقتي. في عندنا حاجه اسمها قواعد الاشتباك. يا احمد، في القوات المسلحه لسه عندنا 10 دقائق. طب كويس. اتفضل يا فندم. ايه قواعد الاشتباك؟ كل منظمه في العالم او في اي حته عندها قواعد بتشتغل عليها. نعم. الدكتور بيقول لك اي صديد لازم يتشال. نعم. ويطهر. نعم. اي تيومر ورم لازم يتشال. فدي قواعد الطب. عندنا في القوات المسلحه اسمه قواعد الاشتباك. هنسيب قواعد الاشتباك العاديه ونخش على قواعد الاشتباك في الحرب النوويه. لان روسيا عندها ايه؟ نووي. نعم. السنتين اللي فاتوا روسيا استخدمت النووي؟ لا. ليه؟ لان قواعد الاشتباك بتقول ايه؟ امتى استخدم النووي؟ لو ارضي اتضربت. خلاص؟ اللي هو التهديد الامريكي او سماح امريكا اوكرانيا تضرب. لو اوكرانيا بكره الصبح ضربت العمق في اراضي الروسيه، ايوه، طبقا لقواعد الاشتباك النووي، ايوه، استخدم النووي. استخدم النووي مجرد ان انا ضربت؟ بقول لك هو ده قواعد الاشتباك عندنا. هي دلوقتي بقى لها سنتين بتحارب روسيا. فعندها اكبر. نشوف الصوره الثانيه. نعم. عشان هنشوف الصوره الثانيه هنلاقي اكبر مخزون نووي في العالم عند روسيا. روسيا. تمام؟ دول التسعة بسميهم انا النادي الدولي. نعم. النادي النووي. النووي. فروسيا بقى لها بتحارب سنتين. استخدمت النووي؟ لا. عشان ما حدش ايه؟ ضرب ارضها. نعم. قواعد الاشتباك بتاعتنا في الجيوش، لو ضربت ارضي وانا عندي نووي هضربك. نعم. خلاص؟ هنضرب بايه بقى؟ عندنا نوعين. في النووي. نعم. في النووي التكتيكي. أيوة. والنووي الاستراتيجي. طيب نروح للتكتيكي النهارده لانه بيتدربوا مع بيلاروسيا على النووي التكتيكي. تدريبات عن النووي التكتيكي اللي هو ايه؟ اللي هو النووي التكتيكي دي قنبله نوويه من 1 كيلو ل 10 ل 100. هضرب على حسب عايز مدينه اقوم ضاربها ب 100 نووي تكتيكي. النووي الاستراتيجي بقى اللي اضرب بقى الولايات المتحده الناحيه الثانيه وادمرها كلها، او اضرب روسيا. لكن التكتيكي بضربه على الحته اللي عندي. طب جيش بيحارب بفرقتين قدام والفرقه اللي قدامه مزرجنه، اضرب نووي تكتيكي على الفرقه. قنبله صغيره نوويه تدمر الفرقه دي ل 40,000 وقواتي تهجم عليها. واحد يقول لك ايه؟ إن احنا كل عربياتنا الروسي كلها متجهزه من جوه ان اهاجم والنووي انضرب. فاهمني؟ فالنهارده مشكلتنا ايه بقى دلوقتي الفتره اللي جايه؟ ايوه. يعني لو بكره الصبح انت شفت لقيت اوكرانيا ضربت عمق روسيا ما تكلمنيش في التليفون وتقول لي مداخله هنحصل ايه؟ وانت مغمض. خلاص؟
قواعد وانت مغمض، قواعد الاشتباك النووي. لو انت عندك سلاح نووي، امال انت جايب نووي ليه؟ تعمل بيه ايه؟ تهزر؟ ردع. ردع لا، ردع ايه؟ ما هو في ردع ايجابي وسلبي. الايجابي ان انا اضرب، والسلبي ان اخوفك بيه. انا عندي نووي، اوعى تقرب. فالنهارده القرار بتاع جو بايدن اضرب العمق الروسي خطير خطير خطير، يقود العالم لحرب النووية فعلا. ايوه خطير. وبعدين نخش، طب لو استخدمت روسيا النووي التكتيكي، هل ده يدي مجال لاوروبا او امريكا تستخدم نفس الحكايه؟ هو مين انا مالي؟ انا اتضرب انا كمان؟ ما روسيا عندها حاطين الورقه من شويه اكبر مخزون نووي فين؟ عند روسيا. روسيا تبهدل العالم. المخزون النووي بتاع روسيا يدمر العالم كله، والمخزون النووي بتاع امريكا يدمر. فاحنا عشان كده بقول لك احنا قلقانين يا احمد، قلقانين. القرار اللي اتخذه جو بايدن، امال احنا بنحلل ليه ولا بنقعد نتكلم؟ في حد قال الكلام ده؟ لا. فالنهارده المخزون قصادك اهو. نعم. روسيا اكبر بتاع رؤوس نوويه. نعم. وبعدها امريكا وبعدها فرنسا. فدي الحاله الوحيده اللي روسيا تضرب نووي تكتيكي اذا ارضها اتضربت. ارضها اتضربت. احنا قعدنا سنتين حد قرب لها؟ لا. اذا كانت اسلحه بنسميها تقليديه كونفنشنال وورفير، دبابه لدبابه. يعني كلام الرئيس الروسي اول امبارح كلام جاد. لا طبعا جاد يا عمي، رسالته جاده. هو معروفه قواعد اشتباك النووي. ده بيدرس عندنا، وما بندرسوش، ودرست انا في انجلترا. نعم. لو امريكا بكره سمحت لاوكرانيا تضرب العمق الروسي، قواعد الاشتباك ترد على طول بنووي. اتفضل يا فندم، كمل. خلاص يعني.